في الصيف لازم نحب، اول ما يجي الصيف كله عايز يرخص، كله عايز يصيف، ومن حق اي حد يصيف، بس كله عايز يصيف، كله عايز يصيف. وابتدي بقى تمسكوا الجلاله، هنصيف امتى؟ انا مش عايز اصيف امتى؟ طب رايح فين النهارده؟ انا عايز اصيف. طب ما تيجي نسهر النهارده كده في حته؟ لا انا عايز اصيف. تعالوا نشوف شويه فيديوهات للتصيف والمصيفين، عشان هنشوف حاجات حلوه قوي. والله ما يا عم والله العظيم ما ينفع، في اغاني لازم ننزلها يا اخويا. ما انا ما اتكلمتش، بقول لك احنا هنروح الساحل. هو انت كل يا ابني ما تكمل شغلك، روح الساحل، روح اللي انت عايز تروحه يا عم. يا ابني التلاتة ليه؟ ما بقول لك هنروح الساحل، هنصوره وننزلوا المايه شويه وبعد كده. يا ابني انت كل ما اكلمك في عايز روح الساحل، عايز روح يا عم انت والساحل يا عم هصيف. ايه هصيف؟ انت كل حاجه عندك ساعه، عايز روح الساحل، عايز روح البحر يا ابني، عايز روح الساحل، عايز روح البحر. ايه يا ابني انت؟ انت ناشف، انت ناشف. مش همشي غير لما اخلص الاغاني. وربنا حرمك في المايه. عايز اصيف، انا عايز اصيف فعلا. بيجي الصيف يا عيني هيموت، عايز يشوف الميه، هيروح فين؟ اعلى حاجه في مصيف انه سهل وبسيط، يعني هتحضر شنطتك في السريع في السريع كده، ما يوهك شبشبك وتتوكل على الله وكله تمام كده في الخفيف. بس بالنسبه للشباب، اما البنات بقى فبيختلفوا حاجتهم شويه يعني، فلازم تكون شنطهم اكبر ووقتهم اكتر، عشان تحضير الشنطه بياخد وقت كتير قوي مع البنات. نشوف كده دلوقتي هنحضر شنطه الميك اب. شفتوا الشنطه؟ ده كريم العين وكريم الوجه من لوريال، ده الفاكس سبراي بتاع ايسنس، ودي قطره وعدسات، وكمان الجل بتاع الحواجب بتاع ال ايجار، هايلايتر وكمان هايلايتر، هنا نوعين من الكونسيلر، ماسكارتي المفضله من ايسنس، وكمان الايلاينر المفضل من ايسنس، ودول ارواج من شي ان، وده قلم الحواجب برضو بتاع شي جلام، ودي زبده الكاكاو من تاناكو، وده برونزر مش معروف، ودي علبه البلاشر من روبي روز، الشنطه دي الاي شادو من بريت وومن، ودي بقى الاختراع بتاع النشا بدل اللوس باودر، وده كمان روج، ودي شويه فرش كده. ايه ده؟ وكمان فرش. الشنطه مخرومه من تحت ولا ايه؟ وده الايلاينر بتاع شي جلام، والناحيه الثانيه كحل، وده محلول العدسات، واجيب مقص صغير كده احتياطي، ودي ماسكات الحواجب، واجيب رموش ولزق رموش احتياطي، مش عارفه اعمل بيهم ايه بس احتياطي، دي بالت الروج، ودي مرايه، وكده خلصت شنطه الميك اب. ده ناقص الكومودينو تحطه كمان. هي دي شنطه المصيف فيها يا جدعان؟ يعني احنا رايحين البحر ولا رايحين الحنه بتاعت عروسه البحر ولا ايه؟ ايه الشنطه اللي قد كده دي وعماله تاخد الحاجات دي كلها؟ انا حاسس ان الشنطه مفتوحه من تحت والله ومنفذه على الكنبه. بس ارجع اقول الله يكون في عون البنات، هيعملوا ايه؟ الولاد يعني خفاف خفاف، يروح لاي حد ابن حلال بتاع هدوم، ومش مهم ياخد هدوم ما ياخدش هدوم، هيشتري على طول، ما بياخدوش وقت الشباب. نشوف بقى الشباب اللي بيروح يشتري هدوم بيشوف مين علشان يبيع له. طلع عليكم الكل اخواتي، معاكم انا بشوف حلو، عندنا فاشن جيرسي من تلازينة جديدة، اتفرج، انا عايزك تتفرج وتحلم، اتفرج فرجني، حاضر هتفرج، هتفرج. يا نهار اسود، ايه يا دهومه، ايه يا دهومه، هو الشارع عافيه ولا ايه؟ ما تصلي على النبي، مش كده يعني؟ يا حول الله، يقول ايه الزبون ده؟ ما هو الزبون دايما على حق، لكن ده بقى هو براحته. الحمد لله، الحمد لله ان احنا يعني اطمنا على المايوه والهدوم والميك اب. نروح البحر نفسه بقى، عشان البحر نفسه وحشني. تعالى يا غالي، تعالى وحشني، شوف البحر بقى والعالم اللي على الشط كده. يا جدعان البحر صعبان عليا قوي دلوقتي والله، تحس انه بينتقموا من البحر مش بيعوموا، تحس انه اول ما بيشوف الناس دي بيصرخ يعني. البحر، انا حاسس ان البحر اول ما شاف العيال دي داخله عليه، لقيت البحر بيقول لو رجعنا للصيف بقى والقرف والنط فينا، واللي جاي يعورنا واللي جاي يقلع عيله. دي نطه ديت يا عم الحاج، يا عم ايه يابا اللي بتعمله ده في الحمام مش هنا. البحر ده يا عيني، الله يخرب بيت ام ده صيف،
واحنا نقول البحر بيضحك ليه؟ لا طلعت اغنيه شتوي. البحر ما بيضحكش غير في الشتاء بس يا جماعه، عشان في الصيف زي ما انتم شايفين كده اهو مش عايز يشوف اي حد. يلا كتر خيره، مستحملنا والله مستحملنا، بس برضو الناس معذورين، بحر وحشهم. يا سلام بقى لو يعني بعد الكام غطس دول تخرج من البحر تاخد تصبيره كده في الخفيف، اي حاجه بسيطه يعني، حاجه بسيطه. ده لسه فيه دي جايبه يابا يابا. البحر بيجوع يا جماعه، الزهر المحشي، الزهر المحشي مش عايز ينزل البحر يعني، مش فاهم في ايه. هما بيصطادوا ورق عنب هنا ولا بيصطادوا ورق عنب بالبحر؟ والله ايه ده يا مكروم بورق عنب وفراخ؟ ده مين الحوت اللي هياكل الكلام ده؟ انتوا لو رايحين تزوروا عروسه البحر في الصباحيه مش هتاخدوا الاكل. يلا بالهنا والشفا. يا شماتة أمينة شلباية فينا، شوف أمينة شلباية بقى وهي رايحة البحر بقى، شوف الجمال. الحلة دي ما تطلعش من مطبخك، مش الحلة دي اللي آخد بيها أكل واروح بيها البحر، حطه في علبة بلاستيك، أنظف وأحسن وشكله حلو، ما نزعجش حتى الناس اللي قاعدين جنبنا بحلة على البحر وكيس بلاستيك والكيس يطلع يطير وكده، مفيش أي مشكلة. يكون معانا طبقان ورق. طبقان ورق ليه؟ عشان تترمي عبق. في ناس تقول لي طب بصي انا مش هجيب طبقان الورق دي، انا هجيب طبقان بلاستيك في البيت. لا مش هنقعد بقى طبقان وبعد كده نحط الطبقان في الكيس ونسيبه ما احنا قاعدين اليوم كله على البحر، صح؟ لا، هي ورق طبقان ورق. طبقان اسمها طبقان يا ست امينة، اسمها اطباق جمع تكسير. هو انا كل ما اصفالك كده تشايليني منك يا ست؟ طبقان اروح للراجل اقول له ايه يا امينه؟ مساء الخير، عندك طبقان؟ الله يخليك، والله ده يقفل عليا المحل وما نعرفش ايه اللي هيحصل لي بقى. انا اسف يا ست امينه، بعد طبقان ديت انا هروح بالحله وهصيف في المحله بس كده. احلى حاجه في المصريين والله العظيم انهم ما بيبطلوش في المصيف، ما اي حاجه جايه معاهم، اي حاجه مهما كانت الظروف حصيف يعني حصيف. في بحر عرفت اروح يشوف مني اللي هشوفه، مفيش بحر برضه حصيف، والله لو على السرير حصيف. شوفوا بقى حاجة دي دماغ، والله والله ريحت بالك يا حاجة. ولا بسكوت ولا باسورد ولا مايو ولا بوركيني وفليني ولا مصاريف، الفلتر سادد على كل حاجة. أنا عايز أعيش في حياتي كده والله، سرير وأغطس على السرير، أغطس كده أقف على الملة وأغطس عليها. يا ربي الحاجة اديتها درس حلو والله، لو ما عرفتش تروح المصيف هات المصيف عندك. والله وظف كل امكانياتك. العيب طالع فينا، العيب مش في المناخ، عوامتك معاك انزل في اي حته. وفي ناس تانيه بقى عدت مرحله العوامات ديت بكتير. محدش كان خير. سلطان ده مش عامل بحر، ده عامل العاب مائيه كمان يعني، عامل له اكوا بارك لوحده هو كده. او ده تلاقيه راح لمديره قال له انا عايز اصيف، مديره قال له لا مفيش اجازات اتصرف. فالراجل اتصرف، شكله مقاولين عرب وخد اللودر وقال لك ملناش حل بقى، قال له روح هد عماره، قال لك هد العماره واصيف بالمره. دلوقتي الصيف كبس علينا وفل وقشطه، بس ربنا يكرم. يلا فاصل ونرجع لكم.